FM. الكل ملك. هيدلاينز. 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 نبدأ هيدلاينز اليوم بالصحافة اليوم واللي يقولوا نشطاء يبحثون عن ملفات الحقيقة والكرامة في المحكمة المسمار الأخير في نعش الهيئة في الصفحة الرابعة برشا كلام على الهيئة هذه في ذكرى بين غذاهم وجيفارا مع ساتشي جيفارا دفاتر الثورة وسير الثوار في الصفحة الخامسة اللي يحب يتعرف عليهم علي بن غذاهم اللي عمل ثورة في تونس وتشي جيفارا اللي عمل ثورة في برشا بلايس على الحكومة الإسراع بالإصلاحات واعتماد المصارحة والمكاشفة حتى لا يمتد سوق الأحد إلى باقي الأسواق بطبيعة وتعرف عليش سوق الأحد واللي صار البارح بطبيعة في من حرق المعتمدية وغيره إيقاف مدير جهوي للتجارة ومسؤولين في بنك والكشف عن شبكة تستعمل الفورميل للتهريب هذه قائمة الموقوفين وملفات جديدة ومفاجآت هذه في المجهر اللي فيها برشا بوس المجهر اليوم الصدر اليوم منعش تقريبا تضامن بالحق فيها برشا بوس وين العنوان فهم برشا في بالضبط واحدة اثنين ثلاثة أربعة فهم ثمانية بوسات ثمانية بوسات تضامنا مع قضية البوسة الله وعن شنو هذيك حبا فينا احنا معناتها تبوس فينا معناتها حصريا في المجهر حفل الزفاف الاسطوري لحليمة ابنة زين العابدين بن علي واهدائها طائرة بالحق تصويرة بن علي اخر تصويرة معناتها تصويرة جديدة مطبوعة بالمجهر اكيد المجهر قاعدة تتابع في الملفات الداخلية والخارجية اي تصويرة حصرية تنجم تبيع برشا اليوم معناتها المجهر خلاص خليت بيع ويلي ويلي اسمعني جماعة قوموا النوم تواليك الجريدة اللي فيها تصوير اللي فيها البوس ريت كيفاش ما كان اخبار جمهورية تمشي على المنوال هذا باش تنجم تبيع اما فما كاس كيوي قدامهم لا ما نعرف في حفلة مش الحق مش ظاهره برشا تصويره راهو لا موجود على الانترنت شفت على الانترنت واضحه انا بالقديم واخذت طبعه كيكه وبرك بالحق طبعه يزموا يردوا بيرم شويه في الطبعه اذا كنت حصريا اما نبعث لك بعد شويه تصويره اشوفها بالقديم مليح معناتها معناتها حصريا في المجر كانوا حسنوا الكاليتي شويه نتاع خاطرها فلو على الاخر التصويره وماهيش ظاهره نواصل مع المجهر اللي مليانة بالبوس وتقول مونديال روسيا 2018 الصحافة العالمية تتغنى بالمنتخب والمساكني ضمن نجوم العالم بطبيعة نبيل بن عمر أكثر واحد متابع للرياضة ومحب لكرة نحب كان الملاعبي بن عمر ذاك كاو تبع فيه يقرب لي من بعيد لاعبي برشا تبركت عليه كاو ديما نكور واحد نمشيو للمغرب سيدي بوزيد قبلي على خلفية فقدان أبنائهم في حادثة الحرقة احتجاجات غلق طرق مواجهات مع الأمن حرق لمقرات سيادية والجيش يتدخل هذا في المغرب راهو لازمنا شوف الاحتجاج والواحد هذا مكفول بالدستور لكن الحرق وقطع الطريق هذه أعمال إجرامية وانتهينا منها الحكاية كانت نجم نقولوا في أول الثورة كانت توليراب لأنه مازالت العباد سخونة بالثورة والدرجنية لكن تو تحرق في معتمدية شنية تحرق في معتمدية المعتمدية راهو هذيك مؤسسة متاعك انت مؤسسة فيها الوثائق متاعك انت فيها الدفاتر فيها الارشيف راهو تحكي تحرق وخسائر ما هو المعتمدية تمثل الدولة غادي اي تمثل الدولة امشي احتج اي هذا هو امشي احتج طالب بحقك في معرفة الاسباب متاع الوفاة طالب اللي تحب انت وشوف نفهم ونتفهم اولياء انا نتفهم برشا الحادثة ونتفهم برشا انه فمش حقائق لتو ما خرجت ونتفهم برشا شنية غموض في الحادثة متاع متاع المركب تبع الخافرة تبع الجيش والمركب متاع الحرقة نتفهم برشا بصراحة العائلات لكن مش فاهم حتى الحرق لكن ما عنده حتى تبرير للحرق بيان سور لكن يا اخويا ديما عندنا مشكلة في تونس الاتصالية مشكلة متاع اتصال اخويا اخرج لنا واحد محكمة من القضاء العسكري يحكي لنا يعمل كونفرنس دو بريس يقول راهو تو نعطيكم الحقيقة مش تخليهم في المهموتة لين الطنجرة تغلي حتى لين حرقوا معناتها دار المعتمد حتى مش هاي بالضبط يوسف الشاهد رئيس الحكومة في نجم نقول درجة الحوار البارح عنوان ميزانية 2018 ليس الجباية إنما الاستثمار والإصلاحات الكبرى تقريب خلج معكم في التسلل يوسف الشاهد
في اجتماع احتضنته القاهرة اتفاق تاريخي بين فتح وحماس حول تطبيق المصالحة. إن شاء الله يتصالحوا إنفو بورتوت. حدث مهم روه بالطبيعة. نحكيه على الصريح، رئيس جمعية الشفافية للصريح يقول مهربون يشترون الكياس وعصيان مدني يهددنا، هذا في الصفحة العاشرة. هذا ممكن التبعات، علاش اسمها حرب على الفساد، علاش معاش اسمها مقاومة الفساد؟ من مو الحرب كر ونفر بالضبط. مرة نضرب أنا مرة تضرب أنت، وإحنا الاحتجاجات كما قلنا مكفولة بالدستور، لكن وقت اللي تتسيس وقت ولا يكون عباد وقت يمولوها ناس تولي ما عاد سمح الاحتجاجات ولي عاد ونحن نبيل نحكيه على دور المواطن. حكينا على دور رئيس الحكومة، شفنا الإرادة السياسية، إرادة القضائية، الإرادة التنفيذية، حتى معناتها الشرطة والديوانة قاعدين نقيموا وجههم، لأن دور المواطن اللي مش يمشيش ما ينساقش في النجم نقول في العصيان المدني هذه، وهذا وإلا النجم نقول التحريضات اللي قاعدة باش تصير بيزمه ما يتغرش بالفلوس اللي باش تمد له. خلينا نكون واضحين، فما فلوس باش تتمد ولتعطيل السير الحرب على الفساد. يزمه المواطن التونسي يكون واعي، يعرف انه تعرف البارح كان سمعت نبيل في التصريح رئيس الحكومة يقول انه الناس اللي تشدد في الحرب على الفساد باش تخلص خطايا قيمتها 2500 مليار، معناتها 2.5 مليار دينار، معناتها 2500 شوف التكلفة بتاع الفساد قديش، معناتها هذا خطايا برك. وهذا كما نقول البحث مازال جاري، معناتها بارتي تقريبا الانديزيام، هذا الخطايا الانديزيام تاع تقريبا الانديزيام 1/10 من الميزانية الجمهورية بتاع تونس، باش نفهموا ماشي الفساد. مازال راهو برشا فساد، راهو في مصلحة التوانسة الكل، في مصلحة البلاد انه الفساد ينتهي، حتى ما نجموش نوفيو الكل الفساد، نقصوا منه برشا، ويلزمهم هذوما المهربين اللي قاعدين يتمعشوا حتى من قبل 2011 وفي الفترة هذه انتعش التجارة بتاعهم والفساد بتاعهم، التجارة بتاعهم تبيع بين ظفرين، خليهم يكونوا ثروات كبيرة برشا وكبيرة كبيرة كبيرة، راهم معناتها أموال في الدبوات، الناس ولا تحط في الفلوس، ما عادش تحط في فليجة ولا في دبوات. ومتأكدين من الكلام اللي يقولوا فيه. ما هو الشخصية المنفعية هي شخصية تونسية مغروسة فيها من قديم الزمان، ونعرف اللي الدولة دي ما تمثل عند الناس والمواطن رجال متاع ضرائب جوست بركة يحبوا ياخذوا ضرائب وكهو بغير متابعة للشأن الاقتصادي والاجتماعي. هذاك علاش يقول لك اليوم نحب نعمل الثروة بسهولة، معناتها نمشي نلمد الثروة بأي مكان الطريقة. واليوم نحكيه على حاضنة شعبية للفساد، خلينا نقولوها فما حاضنة شعبية للفساد، كي انت تتواطأ وتقول اي ونعطيك رشوة وخذ 50 ومشيلي وعندي شكون باش نخدمه بلا ونعطيك الزملين وخدمهولي، ما زلنا عندنا حاضنا ونتعامل مع الفساد. يعطيك صحة نبيل، وعلى ذلك يزم دور المواطن لهنا في مقاومة الفساد. الصريح تنفرد باعترافات الفقيه تحويلات بنكية بقيمة 100 مليار، وهذا الشيء نحكي عليه، هذه القضية اللي في سياق التقرير في الصفحة الثامنة. رئيس الحكومة لا زيادات في الضرائب ولا في الفينيات، هذا البارح نجم نقوله اللي سكت العباد كله أكيد تقريبا من بعد نرجع عليه محيور رئيس الحكومة نبيل. غضب وعنف وحرق، هذه بطبيعة نجم نقوله في قبلي اللي صار في قبلي كما ألف مرة نقوله، راهو الحرق ما عنده حتى مبرر، والتكسير راهو من المواطن التونسي، الدولة خسرت، المواطن التونسي في بين معناتها الناس كل اللي من حقهم يحتجوا كل شيء، لكن لازمنا نشوفوا طرق أخرى. كتالونيا باش تنفصل، ما حرقوش، ضربوهم البوليس، معناتها باش ينفصل، معناتها باش يخرجوا، ما عادش ولي تابعين للدولة هذيك، ما اكثرش معناتها من هذه معناتها الراديكاليزاسيون، باش يخرج من المعادش تابع مع البوليس هذيك، ما عادش يعني له حتى شيء، معناتها باش يخرج مع عادش عباره يرى فيه هو بوليس نتاع مستعمر، ولا حرق ولا كسر ولا حتى شيء، معناتها ردوا بينا ونزهوا الناس اللي احتجت، راه احتجاج سلمي، خاطر فما ديما في الاحتجاجات راهم منحرفين، راهو يستغلوا الموقف ويمشي، اللي حرق واللي قام بالحرق يلزم يتحمل المسؤوليه. ولا يزينا بتنزيه ونزيها، لا مش لا سامحني، وقت انت عندك حق وتقوم به الحق هذايا ويجي حد اخر معناتها من بعيد ما تعرفش عليه منين ويحرق ويكسر، بعدك تولي انت تتهم بالحكايه هذايا، مشكله كبيره. على ذلك لازم تنظيم الاحتجاجات، فوالا لازم تعرف وين تحتاج وقتاش تحتاج، ولازم تعلن تحت الاحتجاج نتاعك وتقول انت شنو باش تعمل، وين عندك البلاصه نتاعك باش تحتاج، باش كي يدخل الدول الديمقراطيه الكل موجوده، كيفاش يدخل المهندسين هذم ويقوموا بالحرق
معناتها باش نعرفوا انه شكون اللي قام بالعمل. لكن تو مادام المشاركه هذه خاطر واحد يكر على الف، فهمت؟ اذا كان اللي كسر شباك الباقي ما تنساش احتجاج سبونتاني، هذه ماهوش فيش رخصه، معناتها هذه احتجاج اجتماعي وليس احتجاج من عبر نقابات ولا منظمات. احنا مش مشكلتي، انا مش مشكلتي الاحتجاج، مشكلتي الحرق. الحرق هذه مؤسسات نتاع دوله ما عادش يلزمها تتحرق لانه فيها ارشيف، لانه فيها خسائر كبيره للدوله. شوف الخسائر قديش، انت بنيه نتاع معتمديه تحرقها بمعداتها بكل، قديش خسائر، قديش خسائر، قديش خسائر من بيروات. شوف الاورديناتور واحد برك قديش يتكلف، البيرو قديش يتكلف، الاوراق بقيمتها. شوف المعتمديه راه مركز من السيادي، شوف قديش فيها اوراق، شنو الارشيف، شنو الاوراق اللي فيهم الارشيف، كيفاش باش تعوضهم، فهمت؟ هذا كله اذا كان، هذا اذا كان البنيه معناتها هي المحل قاوم الحريق. نعرف الحريق راه ذوب الحديد اللي في العرس من ده. هو السؤال كيف تمتصون الغضب، هذه مسؤوليه الدوله والحكومه مش مسؤوليتنا احنا. معناتها انتم كيفاش تمتصوا الغضب هذا، وكيفاش تردوا الفعل، وكيفاش تتواصلوا مع الناس هذوما، خاطر التجاهل نتاع الناس هذوما يؤدي الى مثل هذه الممارسات. ايه واحنا نواصل نحكيوا عليها الممارسات هذه في الشروق. احتجاجنا على غرق 4 شبان في حادثة الحرقة بصفاقس، حرق المعتمدية ودار المعتمد في سوق لحد هذه الصفحة 14، الشاهد في حديث تلفزي، لا زيادة في معلوم الجولان، وطابع السفر، و500 ألف عائلة ستتمتع بالسكن، هذا في الصفحة الخامسة. عبد الحميد الجلاسي في القيادي بتبيع في حركة النهضة للشروق، هذه حقيقة الصراع في النهضة، انهيار دينار الكارثة، هذا الصفحة الرابعة. وبالحق هذه الكارثة، هذه الكارثة. وإذا كان يوسف الشاهد بتبيع وحكومته يلزمهم يلقاو حل، خاصة في مشروع قانون المالية هذا يلزمهم يلقاو حل باش يزعفوا الدينار، والبنك المركزي يزموا يفيقوا من النوم شوية بلاي، معناتها يقوموا بحلول شوية ويساعدوا على ارتفاع الدينار. ولو ودورهم الحمائي، معناتها هما شنو محافظ البنك المركزي، هو باش يحافظ على العملة ويحافظ على عدم انحدارها للمستوى هذا. معناتها البنك المركزي بالحق يلزمه ياخذ مسؤولياته ويتحرك قدام. احنا مناش مختصين في الاقتصاد ولا في المالية، لكن زادا نعرفوا اللي عندنا مؤسسة مالية كبرى وتاريخية، البنك المركزي لازم يقوم بالواجبات. اللي عندها بنك مركزي موازي هاوي لازم تعرف اللي عندها بنك مركزي موازي قاعد ينفس فيها في الحدود، قاعد ينخر في في الدينار التونسي. واخيرا في الصفحه الثامنه بتبيع نخدم مع شروق، جمعيات تمول الارهاب بلا حساب ولا عقاب. ويلزمنا لهنا الجمعيات هذه كانت 2013 و2014 قامت باللي ما يتعملش ودخلت البلاد في اللي قاعدين نراو فيه تو، يلزم نواصلوا الحرب على الجمعيات الفاسده هذه. والخلاصه المشروع القانون المالي 2018 اشاعه. الكلمة ليك.